اليوم العالمي للدفاع المدني. انطلاقا من رؤية مملكتنا الحبيبة 2030 وبمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، سوف أعرفكم بالدفاع المدني. فيا ترى ما المقصود بالدفاع المدني؟ الدفاع المدني هو وقاية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وتأمين سلامة المواصلات، وهو أيضاً الحفاظ على سير العمل بانتظام في المرافق العامة وإغاثة المنكوبين وحماية مصادر الثروة الوطنية في السلم والحرب. سوف أتحدث عن الحريق لأنه من الأخطاء الشائعة، فما هي أسباب وقوع الحريق؟ من أسباب الحريق نقص الوعي، السلوكيات السيئة، والتقليل من أهمية وجود أجهزة الوقاية. ومن طرق الوقاية من الحريق إبلاغ الدفاع المدني 998، القيام بعملية الإخلاء، إبلاغ الدفاع المدني بالأشخاص الموجودين. وشكرا لكم.